مرحبا يا جماعة، كيفكم؟ شو أخباركم؟ خلينا نطلع شوي من جو التعليم وجو الشرح والبرامج والقصص هاي. تفرجوا، هدول رفقاتي، كل يوم بجي لهون بوقت الاستراحة وبقعد هيك معهم شوي، بحط لهم أكل. شوفت عندكم هدول عيلة، شايفين؟ هاي الأم والأب ومعهم ثلاث أولاد، وهدول عيلة هيك عم يتخانقوا كرمال السلطة، مين بده ياكل، مين بده يقرد. ما شاء الله، انا يعني هدول بلشت فيهم يعني كانوا خمسة ستة هيك ست بطاط، بعدين سبحان الله بلشوا يزيدوا ويزيدوا ويزيدوا بفضل رب العالمين. شايفين هدول عيلة، هدول عاملين قبيلة وهدول ضايعين بين الرجلين. هدول يا حرام لكم، تعي هدول غير فصيلة، هدول هي تجي غير فصيلة، هدول تمام، هدول كلهم عيال. شايفين هلا هون عم يحكوا قصص وسيار، تمام. هلا سمعانين انتم شو عم يساووا، عم يحيوكم، عم يسلموا عليكم المشتركين الاصراف اللي ما في منهم، اللي عم يدعموني بالقناة واللي حيفوتوا ويشتركوا هلا يدعموني ان شاء الله بالقناة. شايفين، والله حبيت صور لكم بس نطلع من جو التعليم وجو الشغلات هي. والجو اليوم ما شاء الله شفت عندكم مشمس، وهي بلش الطيران هلا بألمانيا، كان صار له زمان موقف وما في طيران بسبب الكورونا، هلا رجعوا بلشوا وظبطت الأمور إن شاء الله، يعني عم ترجع شوي شوي الأمور. فشو رأيكم فيهم، حلوين ها؟ والله الجو عن جد حلو، خرج هرج هلا هيش يشكي هون هلا بهالميات بهالشوبات كمان يا عيني. شايفين محلا، سمعانين صوتهم عم يسلموا عليكم، ها تستغربوا من هذا الصوت، لا عم يسلموا عليكم. هلا هدول عيلة شايفين، وهدول عيلة، هدول كانوا صغار بس ما شاء الله كبروا، هدول عيلة كمان هون. وينهم؟ وعنا هدول عيلة، لك هدول جايبين بس ولد واحد، بس هدول جايبين ثلاثة، في عيلة جايبين خمسة، وينهم؟ راحوا. في عيلة ما شاء الله جايبين خمسة، هذيك لحالهم عاملين قبيلة وعاملين جيش. شايفين هدول كانوا صغار اثنين، هاي الأب وهي الأم كبروا، هذاك وحداني شكله لساته عزابي مسكين، الله يطعمه شي هيك بنت حلال ويطعم كل العزابية. هدول النورس كمان بيجوا بياكلوا كمان بالعادة، زعلانين اليوم انه ما لحقوا ياكلوا. شايفين ما احلاهم، منظرهم حلو هيك يفرفح. هدول كمان عيلة، هدول عيلة بس هدول كبرانين ما شاء الله، عندهم هلا ولدين، هي واحد اثنين كبرانين. سمعانين، هي النورس عم يحيوكم كمان، ها وبس بطاط ليكو يلا عم يسلموا عليكم، سمعانين بحبوا انا طير النورس، على فكره كثير بحبه، لذيذ صوته حلو شكله حلو. الجو اليوم بألمانيا صيف نظامي، من فترة كان والله كتير هيك جو لساته غيم وبرد، بس اليوم الجو حلو ما شاء الله. شوفوا هدول عيلة تانية كمان غير هدينك، شوفوا هدينك عندهم ولد، هدول عندهم ثلاثة، هدول عندهم اثنين ليكو. هاي البطة كتير حلوة كمان، هاي من غير فصيلها، هي بيجي لونها اخضر ورمادي واسود، ليك طارت، تعي 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 ليك بدي احاول اصور لكم اياها عن قريب، بس خليني اقرب عليها ان شاء الله ما تطير طارت. ليك هاي شايفين ما احلى،
تمام اخواتي، والله بس حبيت اورجيكم هيك المنظر، منظر حلو بصراحة، وحبيت هيك بس طلعكم من جو التعليم والبرامج والشرع والقصص هي، هيك بس نتفرج شوي ونتسلى. تمام، بتشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.